وهون لا بأكد أنا على الحفظ أكثر. ليش؟ لأنه أملأ الفراغ لحد الآن الوزارة ما جابت إلا من أمثلة الكتاب نفسه. طلاب الأعزاء، أسعد الله أيامكم بكل خير. مع انتهاء شرحنا لمادة الفصل الأول سننتقل معكم إن شاء الله تعالى في مجموعة من الحصص نتناول فيها أوراق عمل، نتناول فيها المادة من الألف إلى الياء. فكونوا معنا على منصة الثراء التعليمية.